طيب احنا هنتكلم في الفقره دي عن البينج بونج او تنس الطاوله في مصر، ان هو لو هنتكلم كرياضه هو متميزه جدا في الفترات الاخيره، وبناخد كمان خطوات سريعه وبنحقق انجازات غير مسبوقه الى حد ما قاريا وعالميا، كل ده اكيد سعيا لتحقيق ميداليه اولمبيه، هو ده الهدف الاساسي. طب هل احنا عندنا كوادر تسمح لنا بده ولا لا في الفتره اللي جايه؟ هنعرف. طب هل احنا عندنا اي مشاكل مثلا اداريه او ماليه؟ هنعرف كل ده وهنتناقش في التفاصيل مع ضيفنا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاوله. بونجور جدا يا كابتن، صباح الفل. صباح الجمال. صباح الفل على حضرتك، سعداء بتشريفك لينا، وهستاذن حضرتك نبتدي بالنقطتين اللي ذكرتهم نهاوند. هل عندنا كوادر فعلا تطمنا ان ان شاء الله مصر ستحصد ميداليات، ويا سلام لو ذهبيه، في الاولمبياد القادم ولا لا؟ وفي نفس الوقت هل في اي معوقات ماليه تجاه هذا الامر؟ لا والله، بص، هو ما فيش معوقات الحمد لله، يعني كل الامور ماشيه كويس بالنسبه للمساندات او بالنسبه للتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، مع اللجنه الاولمبيه، كل الحاجات دي فيها تنسيق كويس. لكن هي يمكن صعوبتها في ان احنا عندنا تنس الطاوله بالذات، يمكن الصين متربعه على عرش اللعب، فيمكن في كل دوله في بتشارك بلاعبين فقط. يعني ليه لاعبين؟ خلوها اثنين مش ثلاثه او اربعه. ممكن الصين لو شاركت بالثلاثه تاخد الذهب والفضه والبرونز، فهم بيخلوا اثنين بس عشان الصين تاخد الذهب والفضه وتسيب البرونز يلعب عليها بقيه العالم. فيعني دي بتبقى فعلا هي الاكثر، يعني ايه دي الحاجات من ضمن الحاجات اللي خلوها اثنين فقط في هم عندهم اي يعني طفره جينيه نتج عنها التميز ده بالشكل اللافت ده، ومن قديم الازل للدرجه. من قديم الازل فعلا. اشمعنى فعلا؟ يعني عشان هو البينج بونج مثلا عايز حجم صغير، يعني طول معين، مش عارفه. لا هي بص حضرتك، كان الاول مثلا لما يبقى قصير عشان الصينيين كلهم كانوا قصيرين، فيقول لك اللعبه دي لا، النهارده اختلفت برضه، تلاقي الاطفال عادي جدا وملهاش دعوه بال. طب سر تميزهم وتفردهم من سنين طويله ايه؟ والله بص، هما اللعبه الشعبيه الاولى طبعا اكيد هناك في الصين تنس الطاوله. يمكن انا كنت اول لاعب مصري يروح يتمرن في الصين في السبعينات مثلا وانا ناشئ. وقعدت اربع شهور متواصله في المعسكر هناك. شفت ايه بقى؟ الاربع شهور دول فعلا قسما بالله زي ما بقول لك، انا ممكن وانا راجع انا حاسس ان انا ممكن ابقى ايه، يعني ابقى بطل العالم من كتر ما بكون بتمرن يوميا طبعا صبح وبعد الظهر، ويدونا يوم واحد اجازه في الاسبوع يبقى فيه ترفيه او كده، لكن بقيه الايام معسكر معسكر، يعني بيحاولوا ان هم يخلوك يثبتوا ان هم يقدروا يخلوا اي حد يبقى بطل. يعني صناعه بطل. وفعلا في اخر اسبوع في الاربع شهور وانا راجع جابوا لي احسن اربعه في الناشئين ساعتها اللي هم في سني كده، ولعبته وفعلا ايه كسبت الاربعه ورجعت هنا الحمد لله. مثلا انا كنت ساعتها مثلا ايه في عندنا تحت 15 سنه، تحت 12 سنة، 18، خدت البطولتين، ويعني وحسيت فعلا ان انا كنت ايه فارق قوي يعني. ولكن هو بقى طبعا لما جيت بقى خلاص هنا اختلف المناخ كله بالنسبه للعبه، لكن هم مستمرين في اللي هم بيعملوه ده، مستمرين عندهم التنس الطاوله دي زي ما تقول حضرتك، هي الدراسه وهي الاكل وهي الشرب وكل حاجه. يمكن عشان كده فعلا في ديديكيشن او في يعني زي ما تقول كده تفاني. ويمكن انت حضرتك قلتي حته دلوقتي، قلتي ايه مثلا بيجي الطول مش عارف ايه، هم فعلا عندهم بيجيبوا الولاد الصغيرين كلهم ويحطوهم كده ويبتدوا، ده ممكن طويل سنة يلعب سله، ده يلعب قدم، ده يلعب تنس طاوله، ده بيعملوا كده. هم يعني الاطفال من المدارس هم بيبقوا كمان بيبتدوا يوزعوهم حسب كل واحد يعني جيناته ايه وتوافقاته العضليه العصبيه. حلو. طيب خلينا بقى نروح لفكره الاولمبياد اللي انا كنت كمان بتكلم عنها ودردشنا فيها كمان قبل الفاصل. احنا في طوكيو تقريبا خدنا مركز خامس حاجه زي كده، لو انا عمر عصر عمر كان معانا برضه قبل كده هنا عمر في لانه في اهلاوي يعني عمر اهلي. لا جميل فعلا، بس على فكره عمر اساسا دسوق نادي تسوق، انا كنت تسوق برضه نادي تسوق. يعني كان عمر تسوق وانا كنت تسوق، وكان عمر في البطوله دي في طوكيو كان معاه برضه المدير الفني
كابتن ماجد عاشور اخويا تسوق يعني ايه كانوا توكيل التوكيل في تسوق الحمد لله بس عملنا شغل مش وحش يعني لو نقول احنا قربنا يعني لو احنا في طوكيو الخامس نقدر نقول مع هنا جوده مع يعني الكوادر الموجوده حاليا ان شاء الله باريس 2024 ربما نحصل او نحصد كمان ميداليه اقرب شويه من مركز خامس. طبعا في امل بس هو طبعا هي صعبه شويه. كويس. يمكن حضرتك بتقولي هنا جوده ممكن هنا انا ممكن اتوقع على مثلا الاولمبياد اللي بعد باريس مثلا. لسه هنا 15 سنه وكده فممكن قدامها بس ما شاء الله الرانكينج بتاعها يعني انا معايا اصلا التصنيف الاسبوعي هي رقم 1 تحت 15 رقم 1 تحت 17 رقم 2 تحت 19 في العالم فيعني بصوا على العالم فحاجه وال40 على السيدات ودي حاجه كويسه لكن برضو في عندنا دينا مشرف لعبه الاهلي برضو رقم 28 على العالم دلوقتي ودي برضو حاجه طبعا اول مره في التاريخ ان هم يحصل كده مع لاعبات مصريات كذلك عمر عصر 20 على مستوى العالم يعني احنا عندنا طفره اللي منعنا ان يبقى عندنا الاف من عمر عصر والالاف من دينا مشرف والالاف من يعني صحيح احنا بنتكلم على رياضه متطلباتها مش كتير الامكانيات المطلوبه عشان الواحد يمارسها برضو مش كتير واحنا في مصر من قديم الازل ده في ناس بتعمل على ترابيزه السفره تحط شبكه وتلعب كلنا كنا كده يعني ايه اللي منعنا ان الرياضه دي تبقى برضو رياضه ذات شعبيه طاغيه في مصر والله يعني يمكن حضرتك هي فعلا هي لها شعبيه يعني في ما فيش حد اللي تلاقيه ممكن يلعب تنس طاوله ممكن ترابيزات كتير بتبقى في المدارس في مراكز الشباب في انديه وفي انديه كتير فيها بالمقارنه بكده مش احنا يعتبر عندنا ندره في الاسماء طبعا اللي هي اسماء الابطال بس انا هقول لحضرتك حاجه احنا متربعين تماما على العرش العربي متربعين تماما على العرش الافريقي النهارده انت حضرتك عندك مصر في الناشئين والناشئات والرجال والسيدات هي مكتسحه العرب برضه في افريقيا كان الاول نيجيريا بتنافسنا جامد جدا النهارده احنا الحمد لله بناخد 6 ميداليات من 7 ميداليات في الرجال والسيدات كنا دايما بنتقاسم الميداليات النهارده لا الحمد لله مصر تيجي النهارده في بطوله البحر الابيض المتوسط الاخيره في السيدات مصر خدت الذهب في السيدات ودي طبعا انجاز كبير تيجي زي ما قلت لحضرتك اخر بطوله عالم الشهر اللي فات مصر طلعت التاسع على العالم التاسع على العالم دي يمكن الناس تفتكر التاسع ما خدش ميداليه لكن التاسع على العالم في وسط كان 227 دوله بيلعبوا تنس طاوله اخر مره كنا 21 على العالم بطولة العالم السابقة فلما تنطق والقبلها 24 لما تتنطر بتبقى التاسع يعني في انجاز كويس في شغل بيحصل كويس زي ما بقول لحضرتك يعني سواء في الناشئين او في الناشئات او في الرجال او السيدات الحمد لله في طفرة حتة الامل في الاولمبياد اكيد كل حاجة بيبقى فيه هدف الهدف بتاعنا بنوصل له اللي هو ده اهم هدف لنا ان شاء الله حته احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول وان شاء الله زي ما ربنا كافئنا في الحاجات اللي قلتها حضرتك عليها دلوقتي وحضرتك اكيد ربنا هيكافئنا برضو في يوم من الايام في الاولمبياد ان احنا يبقى عندنا حد بيجيب ميداليات وده الامل احنا خلاص احنا يعني عارف قربنا فلما بتحس ان انت قربت بتحس ان انت ممكن بتيجي بقى ان شاء الله الحافز بيزيد ان شاء الله طيب لو اتكلمنا كمان كابتن معتز عن البارالمبيك والاستعدادات خلينا نعرف من حضرتك ايه الجديد يعني بصي حضرتك اهم حاجه النهارده ان احنا مثلا بنشارك في بطوله العالم في اسبانيا في غرناطه حاليا وابتدت والزوجيات هتنتهي النهارده وبكره هتبتدي الفرديات منتخب مصر للرجال وسيدات والحمد لله حصلنا على ميدالية برونزية امبارح ودي طبعا انجاز مبروك الله يبارك في حضرتك في زوجي المختلط لاعب كابتن حسان وكابتن فايز الاثنين حصلوا على ميدالية برونزية ودي حاجة طبعا تشرفنا جدا لما بطولة عالم ويبقى فيه ميدالية فيها هتبقى حاجة كبيرة جدا بالنسبة لنا وانا شايف ان شاء الله بإذن الله ان في الفردي بكرة في الرجال وفي السيدات ربنا يوفقهم برضو ويقدروا يحصلوا على نتيجة طيب على حد علمي اللي أنا أعرفه أن عمر عصر محترف حاليا في ألمانيا تمام مظبوط الكلام تمام ده؟ طيب إيه اللي ممكن نعمله بحيث أن احنا نستفيد من خبرات حد زي عمر عصر واللي أكيد صقلت كمان أكيد بشكل طبعا. إضافي بعد وجوده في بلد
ليها طبيعه خاصه زي المانيا كمان. هو عمر بيستفيد احنا ازاي بدورنا بقى من حاجه عمر بيحترف مثلا كان في فرنسا وحلف وقبل كده قبل كده في السويد. يعني عمر عنده خبره دوليه كبيره جدا. عمر بيجي في المعسكرات هنا بيتمرن مع المنتخب بتاع مصر. لما بنسافر احنا بنعمل بره معسكرات بيكون موجود. واحنا بنفضل دايما على فكره المعسكر الخارجي بتاعنا يبقى في المانيا علشان عمر يبقى متواجد معانا في المعسكر يعني. واكيد هو يعني بيبقى فيه ولاد صغيرين هو قدوه بالنسبه لهم اكيد. وفي كتير قوي يعني مهتمين بنتائجه. ولما بيجي هو بصراحه عمر نفسه يعني بيحب ان هو يجي ويلعب مع الولاد وساعات بيجيب لهم معاه برضه مضارب وجلد وتيشيرتات وبتاع فعامل حاله حلوه يعني. طبعا طبعا. فهو طبعا اكيد الخبرات اللي هو بيكتسبها في ولاد صغيرين بيكتسبوها من خلال اللقاءات اللي معاه وكده. لكن في الحقيقه الحمد لله بص حضرتك يمكن مصر النهارده يعني انا هقدر اقول لك ايه كنا زمان مثلا الولاد لما بيروحوا يتفرجوا على بطولات العالم كانوا بيروحوا بينبهروا بيهم. النهارده الانبهار ده راح مننا يعني ايه خلاص بقينا زينا زيهم احنا بقينا خلاص صح وصلنا صح للمرحله دي. دي طفره في الرياضه المصريه في العموم مش على بس على فكره برافو على حضرتك في كله يعني حتى في التنظيم البطولات على مستوى العالم. مصر النهارده من اهم الدول على مستوى العالم ان هي بتعمل بطولات دوليه في كل الالعاب ودي حاجه برضو ويمكن الكورونا كانت سبب من الاسباب لان في دول كتير جدا كانت بتخاف تعمل بطولات على الدوله ودول عظمى كمان ودول عظمى لكن احنا جرأة الحمد لله طبعا. وكنا بنعمل يعني الاجراءات الاحترازيه ونظام يعني الفقاعه ده الطبي يعني طبعا. الحمد لله اصفر كمان عن ما كانش فيه اصابات بشكل كبير ابدا كانت اصابه او اتنين فده يعتبر نجاح لحد كبير. وهقول لحضرتك يمكن البطوله الاخيره الشهر اللي فات كانت في الصين بطوله العالم كان عاملين الفقاعه دي كانوا البابلز دي بس خدوها مننا خدوها مننا والله شفت عشان تعرف على فكره احنا كمان جديرين باننا نمشي في سكه صناعه البطل في عالم التنس الطاوله زينا زي الصين لان احنا بنتكلم على حاجه في الاخر مقدور عليها صحيح. مش محتاجه امكانيات ماديه ضخمه مش محتاجه الات ومعدات وعندك الكوادر كمان يا كريم الحمد لله. يعني انا هقول لحضرتك حاجه يعني احنا عندنا مثلا زي ما حضرتك بتقولي في كوادر احنا عندنا مدربين على اعلى مستوى عندنا لعيبه على اعلى مستوى عندنا ادارات على اعلى مستوى يمكن من شهر 7 مثلا كابتن معاذ عاشور اختير من احسن 12 مدرب على مستوى العالم ما شاء الله. فدي برضو حاجة كويسة بالنسبة للمدربين المصريين. عندنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك اللاعيبة الرجال والسيدات كلهم مصنفين في مراكز المتقدمة على مستوى العالم. هي اللعبة بس النهاردة يمكن حتة ان احنا بنقوله ما بقتش مكلفة او مكلفة لا هي مش مكلفة بالنسبة للهاوي ليه ممكن يجيب اي مضرب يلعب بيه او كده انما النهارده المضرب وصل 4000 و5000 جنيه الحاجات بتاعتها برضو بقت وبيغيروا والكور بقت طبعا المضرب وصل ل 5000 جنيه طبعا الصغنن ده فعلا يعني برضو فيها يعني فيها برضو ايه شويه مصاريف شويه وبتاع ودي بقت يعني يعني اللاعب البسيط ماديا او طبعا أكيد 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 بيعاني شويه طبعًا من الحته دي. وبعدين احنا عندنا النهارده في بطولات دوليه بس دعم ادوات بالتكلفه دي اكيد طبعا يكاد يكون لا يذكر بالمقارنه برياضات تانية مثلا لا طبعا احنا لا انا بتكلم عن زمان ودلوقتي في تنس الطاوله لكن برياضات تانية طبعا احنا الحمد لله حاجه تعتبر يعني تعتبر حاجه كويسه طيب جدا. طيب كابتن معتز هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل انا وكريم مع حضرتك فضلي. فاصل ونرجع نكمل لسه حديثنا مستمر مع كابتن معتز عاشور. وكابتن معتز مش حضرتك مش بس رئيس اتحاد تنس الطاوله حضرتك ايضا عضو مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه المصريه فلا ده عندنا اسئله بقى كتيره في موضوع اللجنه الاولمبيه وحضرتك كمان من المتوقع ان في اجتماع مهم دلوقتي او قادم خلال ساعات قليله للجنه الاولمبيه ادينا الجديد بقى برضو يا كابتن هو معتز هو عندنا النهارده ان شاء الله اجتماع مجلس اداره في اللجنه الاولمبيه الساعه 7 النهارده ان شاء الله ويمكن محوره الاساسي دوره باريس حلو جدا يعني اللي هو الاستعدادات لدوره باريس بتشوفوا كل الاتحادات متطلباتها ايه في مين الاتحاد الاتحادات المتوقع تجيب ميداليه الاتحادات اللي على يعني حضرتك بتتقسم في اتحادات مثلا صعب تجيب ميداليه في اتحادات ممكن تجيب ميداليه عندنا العاب القوه احنا جيدين فيها جدا مثلا الرمايه ربما الالعاب المنازلات الى حد ما دي برضو اللي بتبقى بتجيب فيها لنا. بتجيب الميداليات
ايضا في وزاره الشباب والرياضه برضو عاملين لجنه العلميه بقياده الدكتور كمال درويش، برضو بتقعد مع الاتحادات برضو بنفس الوضع. فهو التنسيق كويس ما بين اللجنه الاولمبيه والوزاره ان شاء الله، يعني بيبقى في صالح الرياضه المصريه لما بيبقى التنسيق. بس بصراحه كده يعني لما بيبقى في اجتماع زي كده والاتحادات كلها بتبتدي بقى ان انتوا تشوفوا حتى ايه النواقص، هل بيكون في اتحادات معينه عندها نواقص ماديه بشكل كبير بتعرقل هنا سير الابطال دول نحو الميداليات المختلفه؟ يعني احنا عندنا كوادر مش هنختلف فيها، بس عندنا بقى يعني نواقص ماديه برده مش هنختلف فيها، حضرتك برده تقول لنا كابتن معتز. هو حته النواقص الماليه اللي حضرتك بتقولها اكيد موجوده، يعني دي اكيد موجوده، ولكن في متابعه من لجنه التخطيط. لجنه التخطيط هي اللي بتقوم بهذا العمل اكتر، وبعدين بتعمل بيه توصيه لمجلس اداره اللجنه وبيجتمع بقى. ليه؟ لان في مثلا اتحادات زي ما حضرتك مثلا بتقولي ممكن يجيب ميداليه، وعندهم ان هم عندهم واحد واثنين ممكن يجيبوا ميداليات، اكيد لازم جزء من الاعانه اللي بتيجي دي يعني يستقطع منها عشان يخصص لاكتر دي. ده اللي بيحصل في الاتحاد عند ده اللي بيحصل في كل الاتحادات. ده اللي بيحصل في كل الاتحادات. يمكن والله يمكن كان الدكتور اشرف صبحي مره كنت قاعد انا وهو مع بعض وبنتناقش في الموضوع ده، هو بيقعد مع كل الاتحادات طبعا وبيقول انت محتاج ايه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، طبعا اكيد بيتابع فيها. يمكن انا قلت له احنا صعب جدا ان احنا نجيب ميداليه، لكن من ان شاء الله من السهل ان احنا ممكن نتاهل بالعلامه الكامله في الاولمبياد، ودي حاجه برضو شرف يعني ان الاتحاد يتعامل بالعلامه الكامله. وليه صعب جدا اننا نجيب ميداليه؟ في الفتره دي ممكن اقول لك حضرتك صعب، يعني اللي هو الدوره اللي فاتت. هنتكلم على البينج بونج. عن بينج، عن تنس الطاوله طبعا. عن تنس يعني مش كل رياضه. لا ما احنا كلنا بنجيبه كله، لا الميداليه انا بتكلم على تنس الطاوله. فهو انا حتى قلت له ان انا عايز الاعانه بتاعتي تبقى كامله في التاهل للبطوله، واحنا بنتاهل من خلال بطوله الالعاب الافريقيه، مش بطوله الألعاب، مش بطوله هي افريقيا. هي دي المؤهله اللي فيها كل الالعاب. طب انتوا بالمناسبه مواردكم كاتحاد جايه منين؟ هل في للسبونسرز اي دور في اتحاد تنس الطاوله؟ بص دي يعني دي برضو مهمه. ليه بقى؟ لان احنا الموارد الاساسيه من الوزاره. كويس؟ الوزاره. السبونسر يمكن السبونسر حضرتك عارف دايما بيبقى اكتر على كره القدم، يعني بيتجهوا الرياضه بيتجهوا بس برضه بقى يعني الاسماء اللي حضرتك تفضلت بس النهارده بقى بقوا نجوم دلوقتي. على فكره النهارده ابتدوا، النهارده هنا جوده، عمر عصر، دينا مشرف، اللعيبه اللي هم زي ما في اسماء مقابله ليهم في السكواش مثلا يعني ابتدت تظهر نجوميه لرياضات مختلفه غير صحيح الكورة. صحيح، عشان كده ابتدى ان احنا يجي لنا برضه ايه سبونسر وكده، لكن برضه مش بالقوه اللي هي تخلينا يعني. بالقوه المطلوبه. فيعني انا بقول لحضرتك ان التوزيع في العداله على الاتحادات في سبيل ان هم يوصلوا للهدف اللي هم رايحين له، سواء يجيب ميداليه او يبقى ينافس على ميداليه، ده بيبقى مهم جدا في التوزيع. واعتقد ان الناس كلها عايزه الهدف ده، يعني كل سواء وزاره سواء لجنه اولمبيه فبيتعاونوا في الحته أكيد. دي ففي اهتمام زي ما حضرتك بتقولي بلازم بالالعاب اللي ممكن تجيب الميداليات. تمام. طيب بطوله الانديه العربيه المفروض ان هي خلال شهر برضو تقريبا، صح كده؟ خلينا برضو نعرف تفاصيل اكتر من حضرتك والاستعدادات ليها. هو في بطوله الانديه العربيه والاهلي مشارك طبعا. احنا هو بص الاول كان في عندنا بطوله الشهر اللي فات، اخر الشهر من 24 ل 30 اللي فات ده شهر 10، كانت بطوله مصر الدوليه للناشئين والناشئات، وهنا تقريبا فازت فيها صح. هنا خدت الميداليه الذهب فعلا فيها، وكانت تحت 19 سنه، خدنا فيها المركز الاول على 22 دوله، 22 دوله من اقوى الدول في تنس الطاوله على مستوى العالم، وكل القارات كانت ممثله فيها. بعد البطوله مباشره تاني يوم هنا سافرت ايطاليا في بطوله دوليه برضه، وخدت برضه الحمد لله بطوله 17 و19 ما شاء الله يعني. بطوله الانديه العربيه من 25 ل 31 ديسمبر القادم ان شاء الله. ودي برضه هتبقى بطوله قويه وهيشارك فيها حوالي 35 نادي من الدول العربيه. كويس. الاهلي مشارك في الرجال وفي السيدات. هيبقى في الرجال الاهلي، هيبقى في الزمالك وانبي، هيبقى في السيدات الاهلي جزيره والزمالك وجزيره الورد المنصوره. يعني هتبقى بطوله قويه ان شاء الله، وهتكون في القاهره هنا باذن الله. ويمكن لاول مره بقى
ان يتلعب في نفس البطوله بطوله رواد، يعني هيبقى فوق 40 و50 و60. دي اول مره اول مره في تاريخ الاتحاد العربي ان هو يعمل. دايما الاتحاد العربي لما بيحب يعمل حاجه جديده لازم بتنطلق من هنا من مصر. يعني ايه الحمد لله يعني رب العالمين. برضو من الحاجات اللطيفه طبعًا. في الرياضه دي بصفه خاصه بعيدا بقى عن الجزء الاحترافي، يعني بتكلم ان مفيش حد اقصى قوي للعمر او لسن اللاعب اللي ممكن يستمر فيه في ممارسه البينج بونج. يعني ودي الهدف الهدف منها ايه حضرتك؟ احنا كنا زمان لما بنبطل خلاص كل واحد بيروح في مجال، بيروح في شغله، بيروح في زي ما بيقولوا بيروح، كل واحد بيروح في حاله يعني. النهارده بيستمروا اللعيبه دول مع بعض، يفضلوا يلعبوا في الرواد، فبيفضل التلاقي بتاعهم مستمر، العلاقات بتاعتهم مستمره، وبتبقى علاقات اسريه، ويتذكروا بقى الماضي. وبعدين حاجه مفيده، ما انت بتتمرن وبتلعب، يعني حاجه كويسه للصحه. أكيد حاجه أكيد, أكيد, اكيد طبعا. حضرتك كنت واحنا بندردش مع حضرتك في اثناء الفاصل انا من هوند، فعرفنا ان كان في مجموعه من الاعلاميين والفنانين كانوا بيمارسوا التنس الطاوله. ولا مش بيمارسوها، ده كانوا محترفين يعني يعتبر، لان كان في منتخب مصر فيهم. يعني كان مثلا معتز الدمرداش طبعا الاعلامي الكبير يعني طبعًا. كان بيلعب في النادي الاهلي وكان في منتخب مصر في الناشئين. الفنان برضو احمد عز برضو كان في منتخب مصر الناشئين وكان بيلعب في نادي المعادي. ما هو زمان كانوا من المعادي فعلا. معتز كان في الاهلي واحمد كان بيلعب في المعادي ويمثلوا مصر في وهم ناشئين. والله لغايه سن كام تقريبا؟ يعني 18 سنه. حلو برضو. لعبوا في الفتره ديت. معتز بقى لما دخل كليه الاعلام يمكن دي اللي سبب ان هو ايه بعد شويه وكده. وبس هو طبعا بعد كده على فكره دخلت مجلس الاداره انا ومعتز الدمرداش، كنا اعضاء مجلس اداره في فتره من الفترات في التسعينات. انا ومعتز الدمرداش كنا اعضاء مجلس اداره في فتره من الفترات، وكان معانا الله يرحمه رئيس الاتحاد الدكتور رفيق مشرف. المهم اللعيبه ديت برضو ما زالوا هتلاقي برضو متواصلين او مع اسره تنس الطاوله مع لا فدي حاجه برضو. وفي لعيبه كتير كانوا بيلعبوا في انديه بس يعني زي طارق دسوقي مثلا، واخد بالك كده؟ كان بيلعب في نادي برضو في القاهره سكه حديد او حاجه كده، وكان برضو طارق بيلعب كويس وكده. لكن اللي مثلوا مصر وكانوا ابطال في المنتخب كان معتز واحمد عز. معتز اللي مداش واحمد عز. حلو جدا. طيب كابتن معتز، هو فاضل دقيقتين، في الدقيقتين دول حصل حضرتك سؤال. كابتن معتز اول ما قاعد يقول لي نهوان والله العظيم اسئلتي عاديه جدا ما فيهاش حاجه. لا انا عايزه يعني وعد من حضرتك كمسؤول او تطمنا على باريس 2024. انا عارفه وحضرتك كنت صريح وانا بحترم الصراحه ان الموضوع لسه مش سهل، لسه في شويه او مشوار شويه لكن لو انا موفر امكانيات ومغطي كل الامور الماديه وعندي الكوادر اعتقد ما فيش حاجه، وعندي المعسكرات وغيره بعملها، اعتقد الموضوع مش بعيد او صعب ان انا 2024 افرح المصريين واقول ان انا جبت ميداليه في تنس الطاوله ذهبيه. اللي يعني انت قلتيه ده كله يبقى انا اقدر اقول لك اوعدك ان ده يحصل ان شاء الله باذن الله، اللي هو التوفير للحاجات ديت، الحاجات دي كلها اوعدك ان ده يحصل. لان النهارده الرياضه ما بقتش هوايه فقط، لا بقت صناعه وبقت علم وبقت دراسه وبقت كل تخطيط، يعني كل الحاجات دي احنا ماشيين فيها الحمد لله، وكل حاجه بطرق برضو فيها زي ما تقولي الطرق العلميه دخلت في الرياضه النهارده خلاص. لازم اكيد لازم اكيد. وعشان كده اللجان الاعلاميه في الاتحادات وفي اللجان الاولمبيه وفي الوزاره بقى لها دور كبير النهارده. يعني وبقى لها يعني بقت لجنه من ضمن اللجان اللي يعني شوف بقول لحضرتك مثلا عندنا اجتماع النهارده مجلس اداره الساعه 7 في اللجنه، بكره في اجتماع الساعه 4 في الوزاره مع اللجنه الاعلاميه برئاسه الدكتور كمال درويش. فيعني الامور شغاله الحمد لله. عشان ترسموا بقى جدول لغايه وممكن معسكرات وممكن تعملوا ماتشات وديه مع مثلا، وده اللي بيحصل. ما هو ده القعده بتبقى ايه كده. انت هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ طب عملت ايه الفتره اللي فاتت؟ ده اللي بيحصل. احنا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله، وبنهنيك على اللي فات وان شاء الله نرجع نهنيك على القادم باذن الله. ربنا يخليك. انا بشكرك والله جدا، لان حاجه بصراحه طول عمركم انتوا الاثنين بصراحه مخليه كده في بهجه كده في قناه النادي الاهلي. تسلم كابتن معتز، نورتنا وربنا يوفقكم باذن الله، واكيد هيبقى لينا اكتر من لقاء باذن الله الفتره القادمه عشان نطمن على الاستعدادات، وبعدين ربنا يدينا العمر مع باريس 2024 يعني ان شاء الله. طيب احنا كده او انا بالنسبه لي كده الحلقه النهارده هنروح فاصل، نرجع مع الفقرة الطبية هتكون إن شاء الله مع كريم، أشوفكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة.